الأخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. 3 وزارات تعمل من أجل شهد ومريم. إحياء الاقتصاد في زيارة الرئيس للخليج. وبيان خليجي ينفي ابتزاز السائحين في مصر. حساب خفي لملكة بريطانيا على فيسبوك. وإليكم تفاصيل النشرة. يعني إيه كلمة وطن؟ فقد استقبلت السفيرة نبيلة مكرم ووزيرة الدولة للهجرة بمطار القاهرة شهد ومريم، الفتاتين اللتين توفي والديهما في السعودية ولم يعد لديهما أي من الأقارب لرعايتهما سوى جدتهما، حيث قامت الوزيرة بالتنسيق مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج، حيث تكفل عادل حنفي نائب رئيس مجلس الإدارة للاتحاد بتذاكر طيران الفتاتين وإيصالهما لصالة المغادرة بالرياض. وتواصلت وزارة الهجرة مع الطيران لاستقبال الفتاتين وشحن مستلزماتها، كما نسقت وزارة التضامن لتوفير معاش استثنائي للبنتين ونقلهما لمقر إقامتهما بالإسكندرية للإقامة مع جدتهما العجوز. إحياء الاقتصاد وحل أزمات المنطقة، هكذا وصفت وكالة نوفا الإيطالية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات وجولة الرئيس المتوقعة للكويت والبحرين. وقالت الوكالة إن زيارة الرئيس إلى الخليج تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع البلدان العربية وسبل مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة، بالإضافة إلى التعاون في جهود مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن مصر وأشقائها في الخليج تعمل على استعادة الحضور العربي ومن الفراغات التي توجد وتستغلها القوى الخارجية للتدخل في شؤون المنطقة. بيان من دول الخليج، فقد أصدر سفراء مجلس التعاون بالقاهرة بيانا كذبوا فيه ما يتردد على بعض مواقع التواصل وفي رسائل عبر الواتساب حول ابتزاز السائحين الخليجيين في مصر، مؤكدين أن الزعم بتعرضهم لتلفيق قضايا مخدرات في المطارات إذا رفضوا دفع رشوة لضباط الجوازات، وهو كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة، وبعيدا كل البعد عن أواصر العلاقات الخارجية المصرية التي ترسخت عبر عقود طويلة من التعاون والثقة المتبادلة والعمل من أجل مصلحة المنطقة العربية. وأهاب البيان بجميع المواطنين الخليجيين عدم تصديق هذه الأكاذيب التي تهدف إلى منعهم من القدوم إلى مصر وإثارة البلبلة ونشر الفتنة. بعد إجراء مسح طبي شامل ضم 1.5 مليون مواطن بالصعيد، قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة إنه تم اكتشاف أكثر من 132 ألف مصاب بفيروس سي، مشيرا إلى أن المصابين كانوا من مختلف فئات تضمت راغبي السفر وطلبة الجامعات الخاصة والحكومية والأطباء والإداريين العاملين بالمجال الطبي، إضافة إلى نزلاء السجون والمواطنين، مؤكدا أنه تم تحويلهم للمراكز العلاجية لتلقي العلاج. عصابة إفريقية، فقد تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 عناصر يحملون جنسية أحدى الدول الإفريقية ويقومون بمنطقة مدينة نصر لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالبشر من خلال استخدام رعاية دول أجنبية للبلاد واستخراج إقامات لهم باستخدام مستندات مزورة وإلحاقهم بسوق العمل بمصر في مختلف المهن. حساب خفي للملكة إليزابيث على الفيسبوك، هذا ما كشفت عنه صحيفة ديلي ميل، مشيرة إلى أن ملكة بريطانيا لها حساب شديد الخصوصية بجانب صفحتها العامة التي يتابعها 4 ملايين حول العالم، موضحة أن الحساب الخاص يضم عددا محدودا من الأصدقاء. كانت إليزابيث صرحت من قبل أنها تجري بعض المحادثات عبر الدردشة النصية بواسطة هاتفها الذكية، وأنها تتحدث بصفة مستمرة للأميرة أن ابنتها ومدرب ركوب الخيل جون وارن. وقالت الصحيفة أن الملكة تحرص دائما على أن تكون بطارية هاتفها الذكي مشحونة. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرة أخرى بإذن الله.